السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت سهل جدا وبسيط، اسمه i4ai. يعني مثلا انا عايز اعمل صورة ودخلت ميد جورني او البرامج او المواقع المشابهة ومش عارف اكتب ايه، بكتب حاجة بسيطة فانا عايز احط تفاصيل زيادة، فخلينا مثلا نقول له ايجيبشن هوم. طيب انا عايز بقى اظبط بقى الاناره واظبط الخصائص والحاجات دي كلها، ممكن اقول له مثلا عايزها كرسمه مثلا لفان جوخ، وعايزها مثلا الرندر بتاعها 4K، وعايزها مثلا بالشكل دوت. تبدا تشوف الاختيارات اللي انت عايزها، الكاميرا تبقى عامله ازاي، تمام كل دوت، وتقول له جنريت، يبدا هو يكون لك الصور، يعمل لك صور هي تعمل لك البيت بشكل بتاع فان جوخ. طيب عايز اخد الكلام اللي مكتوب، ممكن تقف على الصورة وتنسخ في الديسكريبشن اللي موجود دوت وتحطه في اي برنامج من البرامج المتخصصة في الحاجات دي. يعني مثلا هاجي هنا مثلا في ده نايت كافي نت كيف، وتقول له انا عايز اعمل صورة جديدة، بتختار بقى انت عايزها اني حاجة، ممكن هنا وقول مثلا ايجيبشن هوم، وروح مديله العلامة، هو بدأ يكتب الكلام ده كله، هو يبدأ ان هو يعمل او ستيبل ديفيجن، تيجي تنسخ الكلام هنا وتقول له يعمل لك الصورة. نايت كافيه بدأ يعمل كيف اهو يعمل الصور، وده برضه بدأ يعمل الصور بالشكل ده، تمام. في برضه موقع تاني سيفوركو، برضه تقدر تقول له ميد جورني وتقول له الستايل وتختار الستايل اللي انت عايزه، وتقول له اللايتنج وتختار اللايتنج، الكالر، الكواليتي، كل اللي انت عايزه، ماتيريال، تمام. وتقول له ده اهو جاب لك هو الكلام اللي المفروض يتكتب عشان تطلع بالشكل ده، تمام. ممكن برضه تاخد الكلام دوت وتروح للبرامج او المواقع اللي انت عايزها وتشوف الاختيارات ديت وتقول له كريت. هنا برضه ممكن نقول له احنا عايزين تقول لنا صورة جديدة، طلع عندي حاجة بالشكل دوت. تقريبا نفس الحاجة برضه، تقريبا ده بيبعت على هناك. طيب بس في شوية اختيارات هي سهلة عشان تقدر انت تختار بسهولة.